FM. الكلمة ليك. مرحبا بك عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحاكم السابق في كابوتشينو. هذه انترفيو دو جور. انترفيو دو جور. انترفيو دو جور. سي عبيد كما قلت مقال استقال تحت ضغط مبرمج اللي قاله ما جات في وقت قياسي في وقت مش منتظر. هل لخبطة هذه اللي صارت؟ اي شكرا على الدعوة في الظروف الصعبة اللي نعيشها. ظروف صعبة على المستوى الكل. ديجا انا يمكن بدا من اليوم يمكن اخر مرة نحكي في مسألة اللي قاله والاستقالة لانه هذا ملف الاسبوع انتهى ونطوي الصفحة ونشوفوا حاجة أخرى. الأسبوع هذا صارت فيه أحداث وقيل الاستقال غادر ما غادرش الحيثيات لكلها يبدو لي تحدثنا فيها بما فيه الكفاية. مهمة سي عبيدة مهمة إيه لكن معناتها ما يلزمهاش تطفو هي ولا تطغى على السطح. تو اليوم فما مسائل أهم من هذا. صارت تجربة معينة رئيس الحكومة استعمل صلاحياته بالصلاحيات فسرها هو قال انا راني نحي وانا نحط اتسترا والدستور يضمن لي هذا. يا سيدي الدستور يضمن له هذا. مسار التوافقات اللي افتح مجالات اخرى نتاع تعامل مع ما يحدث في تونس ما عادش تحكي برشا على الدستور. فما الدستور ايه يضمن الصلاحيات لكن فما مسار اخر توافقي من خلال وثيقة 13 خلق طريقة جديدة في التعامل. انا انك تجي تاخذ قرار في الوضع هذاك وتعرف انعكاساته معناها أكيد جدا إذا كنت تبحث سياسيا باش تعرف الانعكاسات خاصة معناتها التعيين اللي عوض بعد خاصة في ظرف انطلقت فيه جملة من الإصلاحات الهدف متاعها هو البحث عن آلية من الآليات بينصير مع آليات أخرى لضمان التوازنات المالية في البلاد. قلنا الريفورم متاع الفونكسيون بليك جيت هنا وحكينا مع بعضنا مليح راهو الأوبجيكتيف متاعها هو كيفاش تبحث على منفذ من المنافذ لإحداث التوازن بين كتلة الأجور والنمو. قلناها برشا دونك الإصلاح هذا كان محل تشاور وفق التوافقات والناس كل ساهمت فيه وبلورنا توجه معين وقلنا أي نبدأ في الإدارة نفس الشيء نحكيه على الاستثمار وقانون الطاولة في منافذ أخرى متاع تحسين مناخ الاستثمار وتسريعه اللي هي الإدارة التونسية. قلنا أي نبدأ تو في تبسيط الإجراءات من أجل كذا وبدينا في الريفورم هذه. مش هذا برك بدينا نشوفوا في حكاية الحوكمة بدينا نشوفوا القوانين متاع المالية بدينا ننظروا في الحاجات اللي خلقها توتر في تونس اللي هي المفروزين أمنيا كيفاش نحلوها. يعني هالمجال هذا الكل ياريت طريقة التعامل ما كانت هكاك. توصيه لفتلة الوزير وقيل ولا استقال مهم غادر. الأغيب من هذا بين ظفرين هو التسرع في حذف وزارة اسمها وزارة الوظيفة العمومية. هذا الإشكال. يعني الخطوة الأولى نحي وزير وحط وزير دونك الوزارة باقية لأنه فما برشا مهام ما تروح. الخطوة الثانية لمعالجة الأولى هي اللي فيها مشكل بلومبي. اليوم تو بربي أنت باش تعمل رئيس الحكومة في النظام هذا اللي احنا نحبوها نصف نصف ولا شبه هذا معناتها رئيس الحكومة عندها مهام أخرى. اليوم أن تحول هالمهام هذه اللي انطلقت إلى رئيس الحكومة والمشي بالنجمج مستحيل عمليا مهما كان قدرة من عرش اللي رأسها تقول كاتب العام الحكومة لغيره. أنا أعتقد مهما كانت قدرته على معالجة المسائل مش بالسهل باش تحسم في قانون عام الوظيفة العمومية مفتوحة في التفاوض باش تحسم في باش تواصل عملية الإصلاحات الإدارية اللي حددنا لها تواريخ باش تواصل مسألة المغادرة الطوعية باش تواصل إصلاح الإدارة باش تواصل النظر في القوانين المهمة باش تواصل المساهمة في حوكمة مؤسسات المنشآت العمومية بس تصلح المنشآت العمومية اللي لابد أنها تتصلح. هذا الكل أعتقد إن شاء الله يكونوا قادرين على إنجازه. دونك علاش نقول في الكلام هذا هات ننظروا القدام هذا تم طيه ملفات حكيت عليها قلت راه هذه عالقة وهي ملفات متاع أنا أعتبرها ملفات فساد. أنا في تقديري لها ملفات فساد. قلت ها هي وين ملفات الفساد ومش أول مرة نقولها قلتها مرات قبل رفع واحد اثنين ثلاثة أربعة وعلمت بها رئيس الحكومة قلت أين انطلقوا فيها وكان بسيط الحل. قلنا الأموال اللي تسالها الديوانة للموردين هات ناخذوا إجراء الإجراء اللي اقترحناه تجميد الرمز الديواني أثناء التوريد وقلت هنا كيف لما تحدثنا واتضح أنه هالقرار هذا أخذه مجلس الوزراء في عهد حبيب الصيد
واخذا مسألة ترشيد التوريد في علاقة بما يحدث في علاقة بتركيا، نصدروا لها 0% ونجيبوا كل شيء. هذه مقترحات حاولت من خلالها نكون كونستركتيف. ملاحظة الأخرانية، ما عمره ولا قادني موقف ايديولوجي من لا فامي، وهذا استريز امبورتون. انا ما قلتش شاشه بعد من بعد مش مشكله، لكن فما سؤال مطروح بعد الاخبار جاوبني عليه سي عبيد. سياسة كشف الملفات الرأي العام، هل هي معناتها كانت في السياق ام لا؟ البولدونيج هذيا اللي معناتها شفناها اخر الجمعات اللي فاتوا، معناتها من استقاله واقاله الى كشف الملفات الى نيه عن تعيين الغرياني مكانك في رأس الوزاره الى الغاء الوزاره، بولدونيج قاعده تكبر بشويه بشويه، في الاخر شفنا كشف ملفات فساد. لماذا التزمت الصمت وقتما كنت في الوزاره عن البوح بملفات الفساد، واستنيت انك تخرج من الوزاره باش تكشف الملفات هذه للراي العام اليوم؟ هو اولا ديما نقول نحبش نرجع لاني حاولت نفسر هذه، انا لم اسكت على الملفات في كل الحوارات، كنت نجبد في 4 ملفات هي اللي جبتها تو. الاموال المتخلده بذمه الموردين، 2 اللي قاع التلاعب اللي قاعد صاير في توريد الملابس المستعمله، 3 حكيت على المرجان، 4 حكيت على سيركوي من خلاله تنجم تكتشف حاجات واحدة أخرى، هي الـ 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 السيارات اللي قاعدة تضرب في تونس، قاعدة تدخل بشكل، هذا جبت عليه من قبل ومش جبت عليه. لكن الإطار مغاير، معناتها مؤتمر صحفي رأي عام، طبعاً وكلة أنباء بالأسماء، لأنه وقت اللي جيت نفسر في أسباب الاستقالة قلت عملت في الوظيفة العمومية، أنا ما عدتش وزير، عندي 10 أو 15 يوم، لأنه كل الملفات صاحبته مشيت رئيس الحكومة، قلت هذا وهذا بالتوصيف وبالنهار وبالنهار. والثانية قلت فما ملفات قدمتها وما تمش متابعتها، وذكرت هذا كيف هي، شنو هي الإضافة؟ هي الإضافة هذه متاع 12 مليون دولار ولا شنو؟ ومن بعد قالوا لي راهو صحيح هذا كما معروف شكون، خرجها في الفيسبوك وندرى شنو. بص عمل ضجة. وقالوا إي ما في حتى ضجة، قالوا صحيح. تعرف شنو التفاعل اللي صار مع اللي قلته؟ ولت وكأنها مسائل مريقلة وما فيها حتى شيء، كما واحد قال البارح شو اسمه، قال تمخذ الجبل وفولد فار، يا سيدي اعتبروه فار، لكن شنو هي الإجراء؟ مش أنا، هو كان جيت أنا قلبت الطاولة، هو يقصد على الأحداث، هو بعد دارة قال لي أنت صيد، مش نقصد معناتها، دونك يقصد الحجم نتاع المسائل اللي طرحت، هذيك المسائل شنو هي؟ ومن بعد يجي الناطق الرسمي باسم الحكومة ويقول هذه ملفات نعرفوها واتخذت فيها إجراءات. طيب انا اعطيتك الملفات لاني انا وزير الحكومه، الاجراءات ترجع لي انا باش نكون على علم بها، رغم اني لا تاخذ الرمز الديواني ولا حد شيء. نحب نرجع نقول مالي، هذا ملف خل انا ماذا بيه ياخذوا القضاء ياخذ طريقه فيه. عادي جدا، هاي الملفات وتفضل انظر فيها القضاء. بالعكس انا سمعت باش يحلوها، يا ريت تتحال على القضاء، وقتها يمكن يجي حتى حديث اخر. شنو اليمنع ما تتحالش على القضاء سامحني؟ شنو اليمنع؟ انا شنو اللي يمنع اللي ما تتحالش على القضاء اليوم؟ هذا سياسي مش موجود. انا حاله تشكيل الهيئه الدستوريه وسريان قانون حمايه المبلغين، باش لازم نقول هاي الملفات اللي قدمتها حزب التيار الديمقراطي قدم المهم طالب القضاء انه باش يتحرى. ممتاز، القضاء يتحرى، فما ملفات وفما معناتها هالمعطيات اللي قلتها يمشي ويتحروا فيها، اذا كان صحيحه صحيح، اذا كان خطأ خطأ. قالوا لي هاو رئيس الحكومة قال 7000 مليار، 7000 المقصودين هذوك متاع التهرب الجبائي، هذوما متاع ناس موردين بذمتهم أموال متخلدة في علاقة بالديوان. أنا نرجع للأصل، شنو اللي يهمنا تو؟ أعتبر أنه اللي صار في الأيام الأخيرة خطأ، أنا في تقديري خطأ، كما قلت من الأول خطأ كبير حذفها الوزارة. دونك مقترحي أنا، انت ضد حذف الوزارة؟ انا ضد حذف الوزارة. علاش؟ لانه الملفات اللي موجودة توا البوابة نتاع الاصلاحات الاخرى هي اللي تنطلق من الوظيفة العمومية. كما قلت لك الوظيفة العمومية مظهر اصلاح، الادارة التونسية وتاثيراتها على المستويات الاخرى الكل على كل شيء بما فيها الاستثمار اللي يعتبر قطب الرحاب في كل شيء. عندك المؤسسات العمومية اليوم تحكي على اصلاح مؤسسات عمومية، عندك قضايا عالقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل معناتها مازالت مطروحه برشا قضايا في مجال المفاوضات اللي فيها القانون العام للوظيفه العموميه اللي دوبوي 83 ما تمش معناتها مراجعته. عندك المسار نتاع الحكمه اللي يعتبر اليوم مساله اساسيه، هو الا باش يتحول الى شعار. معناتها هذه المسائل هذه الكل تاكد انه الوزاره هذه بوابه الاصلاحات الاخرى. اذا كان ما يتمش تدارك الامر انا على يقين
انه المساله باش تولي عكسيه. يا الملفات هذه تحط الرف هي جيستيون تاعها باش تولي بتصور واحد اخر ماهوش باش ياثر ايجابا على المسار. هذا المقترح الاول. الثاني اي ما تراش انه تو مثلا في الكونفيغوراسيون جديده سي عبيد كتب عام الحكومه هو اللي باش يهتم بالملفات هذوما هما باش كتب عام الحكومه مع تقديري ليه وتجربته في مجال الوظيفه العموميه الملفات وحجمها المطروح ما تنجمش تلقى على المهام نتاع الكاتب العام للحكومه الحالي. اثنين انت مشيت في مسار نتاع خلق وزاره في اطار التمشي نتاع النظام القائم على هذا هالنص نص هذا ما تنجمش من خلاله هو ولا على قاعدته هو تحذف وزاره. نمشي معك الاقصى الوزاره هذه عندها اصلاحات وقائمه الذات في مجالات مختلفه. ايه والشؤون الاجتماعيه ها عندك مستشار في الشؤون الاجتماعية في المسائل الاجتماعية. نحن وزارة الشؤون الاجتماعية وخلي كل المسائل تفض في الوزارة ما الوزارات الأخرى الكل تعنى بجملة من الإصلاحات والإصلاحات الكبرى هنا. هذا ما ينفيش أن يكونوا عندك مستشارين لكن المقاربة الصحيحة هي تكريس الختام تاع 14 جانفي. اليوم فما خلاف في المقاربات في البلاد فما مقاربة كما قلت لك تقول أي نصلحوا ومهما كان نتائج الغالب فما تبعات وفما نتائج مش مشكل. أنا ضد المقاربة هذه وفما المقاربة الأخرى اللي رفض الإصلاح إطلاقا أنا ضد هالمقاربة هذه. فما المقاربة اللي أثبتت جدواها نصلح معناها أمليا وناخذ على اعتبار التوازنات الاجتماعية. هذا اليوم أهم خيار ينجم يخرجنا من الوضعية اللي احنا فيها. هذا أحسن خيار. هذا الشيء يؤدي لانه المسار تشاركي والصراحه اللي بدا به يوسف الشاهد في البرلمان تو تتكرس لما الناس انت عندك اصلاح مؤسسات ومؤسسات عموميه علاش تاخذ القرار ومن بعد تقول ايه باش ننفذ القرار هذا في علاقه بقيه الاطراف. لم الناس ورتهم لم المكونات المعنيه لم الاتحاد لم اتحاد الصناعه والتجاره لم مكونات المجتمع المدني وقول لهم هاي الوضعيه ما تحب تصارح. اي نعم فما مؤسسات وانا نعرف المؤسسات هذه تعاني معاناه لو تستمر عام اخر باش يسقط السقف على الناس الكل. وضعت على الخدامه وعلى الماليه وعلى الناس الكل. سي عبيد توا اللي يلوموه التوانسه يقول لك احنا فدينا مهل الوزراء اللي يشد وزاره وبعد مده يستقيل يقول اني باش نفرش ملفات الفساد وهاو الخوار اللي كان موجود. يقول لك علاش مش انت وقتها وانت مسؤول في الوزاره ما جبتهمش ملفات هذوما ما حكيتش فيهم ما خديتش فيهم قرارات ما كان عندك سلطه تنفيذيه. طيب تو صارت مع سي محمد عبو سؤال باهي صارت مع معك انت انا الاجابه ايه بعد الفصل الجمعي واضح سؤالك لا واضح واضح ياش واضح السؤال بتاعك سعيد تفضل. اولا انا قلت راني من قبل تحدثت على الملفات هذه والناس الكل تعرف التسجيلات موجوده اثنين راهو ما عادش فما في الوزاره وزاره ولا اسمها وزاره الوظيفه العموميه والحوكمه مش مكافحه الفساد. وقت اللي ناحيه مكافحه الفساد ما عنديش حق التقصي فيها. التقصي من مشمولات هيئات اخرى شنو اللي نعمل انا؟ يجيني ملف نحيله على رئيس الحكومه. حتى هذا الجانب المهم جدا. دونك اللي يتحرك في الاتجاه هذا مش انا. انا اشرت وقلت وعديت مسألة الاستقالة الملفات بيسير نمشي له نمشي له نقول له شوف لنا الملف هذا هو يطلبني وهذا حقق الحق نقول له نتعاملوا مع هذا ونعطيه بروبوسيون راه مش نعطي الملفات هكاك معناتها نعطي فيها مقترحات. دونك هذه احشش بك ما تحدثتش قبل مسؤوليتي انا. ثم الجانب المهم جدا اللي الناس لازم تفهم وراه فما العمل في المؤسسات شيء والعمل في المؤسسات عندما تيأس ما عندكش خيار واحد اخر الا تقول علاش انت تو استقلت. من حق الناس باش تعرف علاش. علاش مش قبل العمل المؤسساتي داخل الحكومه يقوم على حاجه واحده اسمها حق الاختلاف ووحده الممارسه. ما فماش حاجه واحده اخرى. اذا كان من وقتها تدخل في تصديع وهي حكومه جايه حكومه واحده وطنيه والهدف ولا الطريقه اسمها التضامن الحكومي انا تضمنت ما امكن ودفعت على كل الملفات يمكن حتى اللي مش مقتنع بها في ظرف معين لانه الظرفيه نتاع تونس تقتضي خاصه في ظل اللي كنت تحكيوا فيه بكري لفمي جات قالت من الاسباب اللي تخليني انا كاسح في هالمساله المديونيه الى اخره انه انتم حكومات مش مستقره ست سنين ولا في ست سنوات عندكم سبع حكومات وتجي انت في المرحله الحاليه وتعمل تحوير وقت اللي فمي تعمل رابور نتاعها تقول الاصلاح الوحيد الجدي والفونكسيون بيبليك وقتها ما عادش تنجم تواصل. شنو هو مرجعي انا في هذا؟ يا سيدي مرجعي هو خطاب يوسف شاهد لو 14 جانفي وانا متمسك به واللي كنت انتم تحكيوا فيه الكل موجود هنا والمقاربه اللي يعتمدها هاول ايش يقول فيها بالضبط شنو هي طريقته في الاصلاح
في جملة واضحة معناتها أيوة بالضبط يحكي على الإصلاحات الكل. يقول وستقوم إعادة معناها الهيكلة بالنسبة للمؤسسات وبالنسبة لكل على مبدأ أساسي هو الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى مواطن الشغل وعلى مكاسب الأجراء المادية والاجتماعية. ويهدف ضمان هذا المسار ولا بهدف ضمان هذا المسار سيتم إطلاق البرنامج في إطار الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في إطار رؤية حكومة الوحدة الوطنية القائمة على الحوار. إما أنه يكون كلام الاستهلاك ولا يكون التطبيق وكل المجالات لأنه خطاب ديما نقول كان ممتاز وأنا ملزم به مع تجانب هذا أنا ملزم به. السؤال الكبير اللي يطرحه من الأول شنية أسباب الأخفاق الاقتصادي والاجتماعي وضرورة الإصلاحات ممتاز ويقف عندها يقول ما عملناش برشا إصلاحات اللي تحرك البلاد ويعرج على الإصلاحات الكل الإدارة إلى آخره ويركز على القطاعات التنافسية سي داكور رغم أنه شنو القطاع المعاش تنافسي في تونس حسب أنت كمختص حتى الصحة ولا القطاع تنافسي في النهاية معناتها لانه مع الكلينيك بريفي والقطاع العام تنافسيه ما نعرفش النقل ما هو قطاع تنافسي تعليم ولا تنافسي شنو اللي قاعد مش تنافسي قاعد دول الحبوب مش تنافسي قاعد المؤسسات الفلاحيه مش تنافسيه حتى المنطق هذا لازم يغيروه شويه. علاش قلت لك طونكو هالخطابات ما تحولتش سمع الى واقع من خلال برنامج عملي مع انه نمشيو طونكو الرؤيه هذه هي اللي ما تكرستش يا اخويا انا نحب نصلح وعندي انا حتى نسبه الديون نتاع المؤسسات راهي كوارث عايشه كوارث. اليوم من النقاط اللي طرحناها في الاصلاح قلت له نشوفوا صندوق الدعم قالوا لا ما يجيبش برشا فلوس جيت نشوف مش يجيب فلوس برك ينقض بعض المؤسسات ديوان الحبوب اتسالوا البيانات 25% من راس مالها ديوان الحبوب كلام 100 مره راس ماله علاش؟ لانه هكي مشكله نتاع الدعم المطروح اكيد تصلحه هو تصلح صندوق الدعم باش تاثر ايجابا على ديون الحبوب وباش تاثر ايجابا على ديون نتاع البيانات معناتها ماهيش مساله جزئيه هذه عينه في مؤسسات فلاحيه اخرى نفس الشيء. دونك المشكله مشكله مقاربات سيكتور انفورمال ها باش ندخلوه هو باش نعملوا له اتسترا حتى لتو في معناتها اجراء مره من عادش حكينا مع بعضنا هنا قلنا في المغرب تمشي تلقاهم الكل نصبين وقتاش بعد 7:30 تاع الليل ونصبيه في المواقع اللي يخدموا فيها الحوانت الرسميه هذه معناتها ادمجهم في المنظومه الاقتصاديه ادمجهم في المنظومه وما تخليش يضايق الاخرين في النهار ما فماش هذا انتصاب نتاع الناس هذوما سكرت الحوانت يجي 7:30 حل شرطي يقول خليه ينصبوا فما ويخلص دي حتى تونس تحتاج شويه الحراك هذه بربي شي يطلب وقتها تقول لي الناس ما تجيش اللي حاشو باش يشري منهم يجي من 11 نتاع الليل من داره وتمشي الامور تتحرك فما حاجات بسيطه تنجم تعملها وما نعرفش التسريح هذا ولا اللي يسميه مغادره كنت بادي به في جويليا وكل الناس تتسائل كنت نجم تخرج عدد كبير من الموظفين وتخفف انه نقولوا الخطابات النظريه ونعملوا مقاربه ونقولوا البنوك هنا ما فهمش حديث على تخصيص البنوك في الخطاب هذا فما حديث على هكا ليزاكسيون في البنوك الصغيره والناس كل ما تنجمش تقول لا فما حديث على إعادة هيكلة المؤسسات البنكية ثلاثة بما يضمن قوة القطاع البنكي العام يولي فاعل إلى آخره هذا اللي موجود في الخطاب. الناس تتفاجأ باك القرار تاع خصخصة البنوك علاش؟ لأنه مربوط بالقرض. يا سيدي يقول احنا باش نطرحوه للنقاش وما عندناش خصخصة تفضل أعطيونا اش تقترحوا. ثم الناس تشاركك في الاتجاه هذا في مسائل اخرى جبدناها قلنا احنا خذينا جائزه نوبل للسلام علاش خذينا باش نحطوها في الرف نتاع بعض مش استثمارها اليوم هذه كانت نجم الحكومه تقعد في الصف الثاني وهما يمشيوا لكريستين لاغارد يقولوا ما كنتم تحبوا الديمقراطيه يمشيوا للقول قل يا خويا احنا متمسكين بانكم تنقذوا بلادنا واحنا اللي انقذناها من زاويه اخرى انتم جا دوركم تو هنا سي عبيد لكريستينا غارد ولفامي يقول لك صبرنا عليكم ياسر معناتها القرض الاول القرض الثاني وصلنا قلنا لكم اعطينا اش تنجموا تعملوا ما فرضنا عليكم حد شيء. كريستينا غارد تقول لك انا اللي نحاسب فيها عليك توا هو اللي حكوماتك اقترحوه اللي جا سي شادي العياري وسي سليم شاكر في حكومه الحبيب السيد جابونا خريطة الطريق وجابونا ان بلون داكسيون قالوا لنا هاو شنو باش نعملوا وما عملتوش دونك كيفاش انا باش نكمل معاك؟ تكمل معاه اولا أنا أجبت لك جانب مهم جدا اسمه الاستقرار السياسي ويا ريت الحدث الأخراني مكان لأنه
زاد رجعنا للنقطه صفر. هذا 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 واحد. الحدث الاخراني نتاع التحويرات ودرشون اتسترا اتسترا زاد اكد اللي ما زلنا هشين في مستوى الوحده الوطنيه الفعليه. انا قلت لك كانت المجموعه نتاع الحوار الوطني كانت هي تطلع بالمسؤوليه هذه، على خاطر نقول لهم اذا كان التزمنا بالسابق، وقلنا الكلام هذا وجاوني لا فهمي مرتين ومرتين، لانه من الاول ما قبلتهمش في ساقعات نستوعب باش يمشيش يحسب على اني عندي موقف ايديولوجي من لا فهمي. وحكيت معهم اخر مره وجمله قالها بحضور الناس الكل، منتنو اون دوفيا سيريو. وقت قلت له ها الريفورم تاعنا فونكسيون بوبليك، من الاول اختلفنا شويه في الاوبليغاتوار والا الفولونتير، من بعد وقت اللي اقنعناهم والكونترنت اللي عندنا والاتحاد اتسترا قالوا فوالا منتنو اون دوفيا سيريو. معناتها هذا حكمهم بالتكنيسيان اللي جابوه من المانيا. دونك بدات الامور تخرج بشويه. اصلاحات هذه هو يكفي انك تشير له تقول بديت اصلاح، سي تري امبورتون تقول له بدينا الاصلاحات. المؤسسات العموميه كلفت انا بالبحث فيها، شنو اللي عملنا؟ عملنا ندوه كبيره فيها 219 بي دي جي في صافي 3 موا. قلنا لهم تفضلوا كيفاش نصلحها؟ حكينا على الحكم الرشيده كيفاش نعملوا، حكينا على التوازنات الماليه نقطه ثانيه، وحكينا على الحوار الاجتماعي اللي هاتك برشا مؤسسات عموميه نتيجه العلاقات الخايبه. قلنا هذوما الثلاثه محاور، وبدينا نجمعوا في المعطيات الديون وين موجوده، المؤسسات الاتعس وين، وباش نصنفوها في ثلاثه مستويات. قلنا هذه ما عادش نحكيو عليها تو امورها ماشيه، هذه الثانيه راهو ينجم الضوء الاحمر يشعل بعد عامين ثلاثه اربعه، وهذوما تو ضوهم الاحمر شعل. وباش نجيبوا الناس ونخلقوا ان ديبا ناسيونال بين لي بارتنير سوسيو ونقولوا يا جماعه ربي يرقم سي عبيد، خاطر مهم الارقام. اما سي معز راه فما نشوف باش نختموا الحوار وراهي باش يخوى الكيستيون، خاطر اسمعني لا لا هذه اسمه دكتاتوريه في الاسئله. بإجازة سي عبيد، الرقم نتاع المؤسسات اللي ضوها يشعل بالاحمر اليوم قداش حسب اعتقاد؟ فما على الاقل 30% انا نقول لك، يعني لازال على الاقل 30% مؤسسات عموميه وضعها سيء وسيء جدا تو. ووقت اللي تجي للناس بربي نسالكم انا برك انتم بعد احكيوا فيه، تجي للناس تقول لهم ها هو تفضلوا وفي طار الشفافيه بالحق وفي طار الصراحه، ما نقول باش نصرحوا شعبنا، نصرحوا مؤسسات شعبنا قبل ونجيبوا لي سو ان جي راه عندهم دور كبير في العالم. انا نعرف هاك المؤسسات اللي تقول تفضلوا هاكم انتم ناقشوا اعطينوا مقترحات، شنو الضرر في هذا؟ هذيك هي هيبه الدوله، راه هيبه الدوله في المكاشفه والمصارحه، هيبه الدوله في انك تاخذ اجراء وما توخرش فيه، هيبه الدوله ماهيش في انك تحور وتعمل وزاره ومن بعد تناحي وتناحي الوزاره، مش هذا، مش في المسائل الاخرى، في مصارحة الناس وفي تقديم حاجات ترجع ثقة المرحلة الحالية. أنا سيبوران هذا سؤال شنو في الآخر ويختم لا 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 نزل عنا الوقت سابيت. وسؤال برهير بربي سؤال خير ما خير ما يتير يتير ما يتير ما يتير ما يتير الله يستر برا. أيوة سي عبيد، يعني لقى روحه مستدرج العركه ما نتصورش كان مخطط ليها عنده شهر تالي، ما نتوقعش يعني. ولقيت روحك غاتس وهذا عاد نف مع المستوى الذاتي، واحد يخوض في معركته الشخصيه. ولكن انا نعتبرك فهمتي معناها وزير الوظيفه العموميه بطبيعه مارست الدور هذايا، لكن انت ما تنجمش تحط في الكادر هذايا. عبيد البريكي جزء معناها من المشهد السياسي في تونس اللي راسخ منذ سنوات، هذاك عليه فهمت استغراقك في الرد على التفاصيل. لكن انا حاجتي بيك اليوم نحلوا افق اخر في النقاش، باش نفهم من عند عبيد البريكي اللي عاصر هالمراحل التاريخيه هذه الكبيره والمنعطفات في التاريخ السياسي التونسي المعاصر من 2011 بعد ست سنوات هذه فتره التامل اللي غزرت لها، كنتوا معناها فاعلين انتم على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام من خلال الاتحاد العام تونس الشغل في حكومه الباجي قائد السبسي الاولى في مرحله الانتقال الدقيق هذاك انتخابات اكتوبر وشعطات في المرحله الاولى هذاك. علي نحب اليوم واعتقد انه اكيد سي عبيد مش شطرني انه سيغلق الباب للنقاش بخصوص الحكايات هذه والملفات هذه وتقال كل ما تقال عليها، لكن اللي حاجتي بعبيد البريكي اليوم كيف يشوف مستقبل البلاد اليوم سي اليوم بتاتر نحن نتعذروا احنا خارج السيستم نعلقوا عليه. انت كنت في القلب وتدرك انه التوانسه عايشين حيره، ما نتوقعش معناها ما نتصوركش ما تشطرنيش انه الحيره على غدوه. عبيد البريكي نحب نسال سؤال على قدر ما هو فضفاض، ادرك جيدا انه بالحدث نتاعك السياسي المرهف تفهم انه دقيق، وين ماشي تونس؟ وين ماشي تونس؟ حد ما ينجم يجاوب عليها تو. مفتوحه على الاحتمالات الكل. تونس مفتوحه على كل الاحتمالات. اعطيني ايش معنى مفتوحه على كل الاحتمالات؟
الوضع إذا كان استمر بصيغته الحالية يقوم على التناقض بين من قلوه ومن كرسوه، نمشوا برشا في الشعارات وفي الخطابات اللي تعتبر مرجع، وبعد في مستوى التكريس تمارس حاجات نقيض ما تنظر له. هذا أكبر خطر. علاش؟ المرسو نقيض جملة، معناه مش فقط نقيض ولا من مرسوش في جانب معين، مرسو نقيض. ندعيه للتشاركية وندعيه للحوارات الاجتماعية ونأخذ قرارات مسقطة نتيجتها تكون عكسي، وإلا ما نطبقوش الحاجات اللي نقولها. هذا علاش نقول؟ لأنه هذا أخطر من أنك ما تعبرش على نيتك في الإصلاح. راه ستريز امبورتون. إذا كان قلت أنا عندي مسار متاع إصلاح يقوم على 1، 2، 3، 4، 5 ولا 6 كما جاء في وثيقة كارتاج وجاء في الخطاب وجاء في الثالث، معناها أنت واعي بضرورة الإصلاح. وقت اللي تكون واعي وتعبر على إرادتك في الإصلاح وما تنفذوش مرتين غلط، والصدمة تكون أقوى. وهذا علاش هكا البيانات الانتخابية اللي كانت من الأول واللي جابت لنا جنة الخلد، وقت اللي ما صار منها شيء على أرض الواقع تونس مشات وتتوتر. راهو شعار كبير قالوه الكبارات لومانيتون سوبوز كل بروبليم كان بيروزودر. انت وقت تجي توعد وعد الناس باللي تنجم تعمله، قول انا هذا نجم نعمله وهذا راني ما نجموش، وقتها الناس تكسب كريديبيليتي معاها. يا خويا نفذ اللي وعدت به، هذه الخطوه الاولى، وخلي الناس تشوف التنفيذ، ومش الناس هنا برك، البرة تشوف. لانه حتى العلاقات مع لافامي ما تنجم تكون قويه الا ما تحصن مجتمعك الداخل. كي انت تتفكك وتعمل اجراءات نتاع تفكيك، القلاع المحصنه تاخذ الى من الداخل. احنا مجتمع ما احناش محصن، احنا واحد يشوه فينا البرة من داخلنا ويكتب مقالات. كما كنت نسمع بكري كما مشيت انا الامارات، علاش مشيت في النهايه؟ مشيت لانه خرج مقال سيء جدا في جريده من الجرائد اسمه تونس ثلث الرعب، الارهاب والتهريب والفساد. وقتاش خرجوه في الامارات؟ خرجوه وقت اللي قمه عالميه منعقده في دبي فيها الروس نتاع العالم الكل. لازمنا تي سي يو اليوم، ما نمشيش تفاصيل، ما نمشيش لهذا. انا نحكي لك على لي زاكس الكبار وين لازمنا نمشيو. طبق اللي تقوله، حسن روحك، وظف الناس الكل معاك في عمليه الاصلاح، ما تحملهاش ليك انت برك. قلت لهم راني بصراحكم وشأن جماعي، ويني هات نطبقوه. وانا هني قلت لك ما نتفصاش بوثيقة كارتاج. يمكن الناس تقول شبيه كان يدافع، كنت ندافع على الحكومة وجيت هنا ودفعت، وكل ما دفعت انا مقتنع به. كي نرجع له، لاني المرجع شنو؟ لا عندي مرجع تو نحكي على الايديولوجيا، لا عندي حد شيء. لو حكمت الايديولوجي في مجتمع يتحرك يحتاج الى اصلاحات من منظور انعم اصلاح اجتماعي، راني ما تحركتش من بلاستي، وراني ما دفعتش على الحكومة، وراني ما قلتش وهذه الوثيقة تلزمني والخطاب يلزمني وخطاب 14 جان فيه يلزمني، شنو الآخر؟ هاد كيفاش نطبقه؟ هل ترى باش تطبقه بأنك تنحي وزارة وتعين وتبدل وتوزنها وزن نواميس؟ ما مش هذا، أنا أعتبره خطأ. ومن الحاجات الملحة هالوزارة هذه لازم تاخذ موقعها وتواصلوا بسرعة إصلاحاتها، لأنه هو المؤشر الوحيد اللي عمل. سؤال برهان، سؤال برهان، وين ماشيين؟ معناها وين إذا كان على مستوى الذات، أنا جربت المرحلة الأولى في 2011 و2012 وعشت التجربة واستفدت منها مليحة، وهذه أول مرة تو باش نقولها قبل اللي يسألوني وما نجاوبش. الحكم كان ملقى قدامنا في الشارع كاتحاد، بالضبط كان مطير. كنا النجم باجتماع اللي عيطناه له، احنا أسسنا مجلس حماية الثورة ودعينا له، كنا نجم نقولوا شكلنا حكومة كذا وكذا ونمشي للقصبة والناس تعيط كهو كهو. لم نقدم على التجربة هذه لأنه حبينا الاتحاد يظل عنصر التوازن بعيد. وكانت مفاوضات، راه محمد غنوشي مازال موجود، وكنت أنا مفاوض على تركيبة الحكومة والمكلف باسم الحكومة باش يفاوض معي هو زوال المظفر، وكنا نعطيه أراءنا في الناس وخرجنا من العقبة. جاء البيت قيس، البيت قيس سمسي، اختلفنا معاه ثم اتفقنا. وقلت أنا مرات وصل رغم السن وقتها ورغم برشا حاجات انه وصلنا للانتخابات. هذا معطى موضوعي في التاريخ للنجم انا ننفيه ولا واحد اخر. علاش؟ خاطر لعبها اجتماعيات وقتها ولعبها تشريك الاتحاد وكان يشاور في كل شيء. اليوم الملاحظه الاخرانيه، خاطر هذا يتطلب برشا حديث وهذا باش يحدد الافاق بتاع طبعا مدين. مثلا انا اذا وصلت في الجانب السياسي باش ناخذ هذه المراجع اللي قالوها هي اللي باش نعتمدها، وباش نمد ايدي للناس الكل اللي تم بانه تونس تحتاج الى مرحله انقاذ فيها برشا موضوعيه
وفيها برشا رصانة بعيدا عن التنظيرات الإيديولوجية اللي ظلت بعيدة عن الواقع. كل واحد ماشي في مجتمع مدني ديمقراطي ويدافع على التوازنات بين الاقتصادي والاجتماعي في إطار تصور سياسي يحشر الناس كل أنا معاه، ما يهمنيش فيه منين جاي، تونسي عاش دروين ما تعنينيش. إذا كان نلتقي حول هذا تشوف لكن نعملوا حاجات. مران قال تونسي ماشي، عبيد البريكي وين ماشي؟ أنا ماشي في المستقبل السياسي أو أي؟ أنا كنت إذا كان استقلت أي؟ إذا استقلت وقبلت الاستقالة عبرت عليه هذا العظام السنواب وهم يقروا بهذا. هم يقولوا شبيه في الاخر استقالت انا في مجلس النواب، قلت لهم راني ماشي باش نستقيل ومشيت لرئيس الحكومه نهار الخميس وقلت انا ما عادش نجم نخدم. بعد قالوا كيفاش درش نوب، كنت باش نسكت. اش معناها نسكت؟ مش نسكت على المظاهر هذه، المظاهر هذه باش نقولها، نقولها هذا اللي لاحظت عليه استقلت، لكن كنت ساعتزل كل شيء. ابون كنت ساعتزل السياسه، نعاودها مليح. ما قال واحد هروب وما هروب، انا ما عمري هربت في التاريخ والناس كل تعرف في السريه تعرفها، في الظروف الضنكه في 2011 وقت الدنيا دخل بعضها. كنت نقول سبه واحد كسب تجربه محليه ودوليه الى اخره، لكن عندما دارت الامور بهذا الشكل واصبحت اللي نتصوروهم يحبونا قالوا الارهابيين لازم يروحوا ويجيوا لتونس. علاش في الظرف هذا بالذات؟ احنا عندنا تجربه واحده نجحت حتى التو هي التجربه السياسيه، الاخرين الكل ما قدمناش فيها كوم يلفو. يجيو الاخرين يقول باش يجيبوا لكم الناس اللي عندنا غير الشرعيين. تو غدوه تجي فرنسا كان تصير انتخابات وجيب. يعني الوضع الحالي يقتضي ان واحد يساهم من موقعه في تحصين البلاد. في اطار سياسي عبيد الامريكي؟ هني قلت تو كل واحد وهي نعاودها، فمش كل واحد، فما توا مش كل قوة سياسية، كل مجموعة سياسية معروف اليوم. لن استثني احدا، مش كل واحد ايه؟ المجموعات السياسية الموجودة كل مزيوم التشتت في ظرف معين. الباجي قائد السبسي كانت عنده من الذكاء مش نقولش كلمة اخرى ما يكفي، وقت اللي شاف الامور والناس مفرطة قال يا اخويا نعملوا التوازنات، وعملني دا تونس في 4 شهور اخذ الحكم. اليوم البلاد في توازنات مختلة. ستنظم لجبهة الانقاذ اليوم عبيد البريكي؟ جبهة الانقاذ ليست كما اراها، يمكن يمكن التفكير في حاجة واسعة او اشمل من جبهة وكلمة درشنو. طبعا شنو اللي يفصل؟ ارجع الوثائق نتاع الاحزاب اللي تقول انا ما ارجع لها، طبعا شنو اللي يفصل في الكتابات؟ انا كان نقرا عليك تو وثيقة ونقول لك ماهيش حزب شكون في التأسيس، ونزيد نقرا عليك الوثيقة نتاع الحزب الاخر بعدها كانت تلاحظوا اختلافات جوهرية يجوا حاسبوني انا. الناس عندها نفس التنظيرات، نحيوا حاجة واحدة انه انا الحقيقه والبقيه حد شيء، نحيوها ونقولوا الحقيقه قسم مشترك بين هذوما الكل. وحتى الجبهات اللي تعلمناها عند المنظرين الكبار، برهان قريتوش انت الكتاب اكيد، مع الجبهه الموحده ضد نتاع جورج ديمتروف، يقول لك راهي الجبهات حتى في المراجع الاخرى راهي تتسكر وتتحل وفي طبيعه الظرف تتسكر وتتحل. شوف هات نحدوا شنو هي طبيعة الظرف، شنو هي التناقضات بين شكون وشكون، شنو هي التصورات اللي تجمع، تو تشوف كيفاش الناس كل تتلم. هنا حي حاجة واحدة نزيد نعاود الحقيقة عنده هو برك، هذه الحقيقة راهي نسبية وتنجم تتوجد عند الناس كلها اللي تشوف فيهم هذا مش قاعدين يعملوا، الكلهم ينظروا بنفس الشكل نفس الشكل. لكن اللي قلته نظري تو مش نظري بالكل، ما عنديش الإجابة. الإجابة وين ماشي عبيد البريكي اليوم بعد الخروج من الوزارة؟ ماشي للممارسة السياسية، خرجت من الحكومة مش معناها خرجت من المشهد السياسي. باش نمشي، باش نمشي بخطى يمكن الرصيد نتاع التجربة اللي عندي يأهلني باش نساهم مع الناس في تصور معين في خرج البلاد. ديما نقول باش ما يقولوش ما قلنا لكم به وندرى شنو، مرجعيتي في ذلك الخطابات النظرية اللي وردت وما زلت متمسك بوثيقة كرطاج باش ما يختلطش الحابل والبنابل. هاك الوثيقة اللي فيها جملة من النقاط ولابد أنها تتبلور على قاعدة عملنا ثورة باش نعملوا من ول تنوي جديد. سي عبيد شنو كانت الفايدة من مقابلتك السيد رئيس الجمهورية سي باجي قايد السبسي بعد ما وقع إقالتك؟ شنو المعنى والمغزى من المقابلة؟ أنا كان يهمني برشا راي رئيس الدولة للاستقالة تمت، وكيفاش ما نستبعدش أنه الرئيس في بالو. ما نقول غريب في الأمر يعني، لأن حكيت معاه هذه المرة الثانية
حكيت معاه المرة الأولى وقلت له هاو التصوري في خمسة نقاط وقتها تحب نذكر بهم تنذكر حتى التشغيل بين قوسين لو استحضرت نقول لكم الملاحظة حول التشغيل ولقيته متطابق آراء متطابقة في كل شيء كل المسائل اللي طرحت عليه كان فما تطابق راجك لماخر سير طرح علي سفير ماشي سفير ودخلت فيها حتى صحفيين كبار ولا منصتين كبار قالوا وإمارات وقطر وكذا أولا ما طرحش علي ثانيًا حتى لو تطرح أنا منيش طالب شغل شو ماشي سفير أنا جربت الأمم المتحدة في منظمة العمل الدولية وجربت أربع سنوات وعرفت الرواج نتاع الديالوج انترناسيونال ومشيت عند العرب وقرنت هذه ما هكذا تدار الأمور ولا هكذا تساق ليبلو واضح كنت ستستقيل الحياة السياسية لكن باش ترجع الحياة السياسية بعد ما شفت التعفن ممكن من ظفرين متاع المشهد القائم اليوم في تونس شكرا لك عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة السابق على حضورك معنا في كابوتشينو يعطيك الصحة عفو بارك الله فيكم توم. شكرا كاب اف ام الكلمة ليك